3-0 نتيجه فريق الازرق عندي لا حول له ولا قوه. ادي بيحاول جمال غنجور وابوداها اللي قطعها راحت اهي لشهاب ومعاه الوزير. مع الوزير دي اوعى يا ايه ده؟ مين الجون اللي صد الكره دي يا ابني؟ انت بتصد مع الوزير يا ابني؟ ده جون غريب قوي. كابتن سمير. انا دكتور محمود. دكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضه. وادي هجمه واوعى تجيب جول في الوزير. برافو. ايه ده؟ ايدي يا سمير يا سمير عثمان. ايه ده؟ نهار اسود لجمال غندور. يا نهار ازاي تحسب ده يا سمير؟ انت ايه يا سمير؟ تعالى في بار، تعالى يا سمير في بار. اسمع ايه ده؟ الحكم مش راضي يسمع كلام المذيع. وادي اسلام بياخده في ظهره. اوه جول يا واد يا سلومه، يا واد يا سلومه. عملها بوش رجله الخارجي في الجول. يلا عايز سبرنت جامد جدا. برافو يا اسلام. ارجع بقى ايه، رايح اسبوعين وانت راجع. هوش انه هيلعبها طويله بتقف تحت رجله بتتلعب. بيلعبها ثاني جمال قدام اهو مقطوعه. طبعا مش عايز اقول لكم فرقه الهلال الادمان هي اللي كسبانه. ده دليل ان شاء الله باذن الله مفيش ادمان من هنا ورايا خلاص. واتلعبت اهي وبيخش عبد الحليم بيقطع بيلعب ورا وقدام وبيديها وزير. مع الوزير بيحييها حلوه قوي. لكن اسلام صادق بيفرط وابو الدهب بيفاجئ نفسه زي زمان بيحط في سن الجزمه. لا دي اوت على ابو الدهب يا عم. ايه ده؟ مين الحكم؟ عارفه ايه ده؟ الاوت على ابو الدهب. ايه يا اسلام؟ ارحمنا بقى. يلا يا لعبت اهي وقطعها اسلام صادق راحت لعب حليم. حليم رجعها ورا لجمال غندور. جمال غندور لابو الدهب. ابو الدهب لجمال. ملاعبين الكلب الحيران اهو. هاتوا خد تاني بقى. تاني بيلعبها كمان بتصيعه حلوه. عبد الحليم لشوى بيديها لاسلام. اسلام بيلعبها.